هو يعني والله والله هتيجي عندي، والله هتاكل عندي، والله هتاكل. ليه؟ يقول له بس كلمة زاد، كل بس يعني بس تمرة عشان ما تصقني. يعني هم يتمازحون كذا، فيكون بين الإنسان زاد الملح عشان ما يسرقون بعضهم. فهذه المقولة انقلبت الحين، هات من زادي وتسرقني. والله انه صادق. اذا ما تاكل من زادي ما تسرقني ترى. اي والله والله العظيم ما تسرقني، لانك ما تعرف عني شيء. سلم اني استقبلك واحطك في بيتي واعطيك وخليك تاكل من زادي تسرقني. سبحان الله. أنا الأولى والأخيرة، أنا الرقم الصعب، أنا الرقم الصعب. طبعاً أنا وحب قلبي معزومين، معزومين أو عندنا توقيع عقد قصدي. أنت لا تحرقين عليهم، خليني أنت أعطوا صفحات تعطين تعطين عشان يعطون العين هالكبرى. حسودين مو حسودين، مو بالمتابعين، بعضا من الناس. ايوه قولي كذا، ايوه خصص بعضا من الناس. خصص على فكره في حاجه ثانيه. اي انسان يشوفك ناجحه ايوه خاصه هو عدوك. أيوه. عنده من داخل غيره، الحسد والغيره، فهمتي؟ مع انه يفكر نفسه هو الصح ويتكلم انا يا متابعين انا الصح. لا، انت حسود، انت حقود. انت مثل الجمل اللي يشيل 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 وبعض، فهمت؟ يجلس عندك يجلس عندك يجلس عندك انه ما عاد يتحمل. اللي في انجازات، في انجازات صايره، في شيء جديد صاير، فالانسان هذا جالس يطلع، جالس يصير. والله انك صادق. والله انا كيف احطمه؟ انا كيف احطمه؟ لازم انا اطلع واتكلم عليه. ايوه اتكلم عليه مره مرتين. لو هو مو ناجح انا ما طلعت تكلمت ابدا. اي بقول لك شيء واحد، لو انت ماشيه مثلا اشوفكم اول ما تكلمت علي. جبت شلون؟ كنت في جده ما في احد يتكلم علي قبل اوثق. ابيكم تكلمون علي قبل اوثق عشان. لا وقت انت وثقتي، وقت انت وثقتي كثره الاداء. ايوه فهمتي؟ انت عارف احنا وثقنا بطلاع الروح. انت عارفه انت عشان توثق حاربونا كثير من الناس اللي انت عارفتهم. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وثق. يوم ربي وثق فالناس قالوا لا بتطلعون بكره. ايوه فهم حاسبينها صح، هم حاسبينها صح. فعلا طلعنا. المشكلة وش محتواها؟ يا محتواها في لا احنا ما نقول على احد، لا شوف انا بالنسبة لي انا ما اتكلم عن احد نهائيا، انا اتكلم عن نفسي، احنا بعد ما طلعنا فوق